مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في المنتصف تورك. تسود حالة من الترقب في سياق التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتصل بسيناريوهات الرد الإسرائيلية الذي تتوعد به تل أبيب إيران بعد هجوم طهران عليها بالصواريخ الباليستية. وفي الوقت الذي تبدو فيه إسرائيل متوثبة لتوجيه ضربة قوية لإيران تستفيد فيها من الدعم الأمريكي واللحظة الانتخابية في الولايات المتحدة، يصطدم هذا التوجه ظاهريا برغبة واشنطن في تجنب الدخول في حرب مباشرة مع إيران في هذه المرحلة. للحديث عن الوضع في الشرق الأوسط وسيناريوهات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ينضم إلينا من نابلس الأستاذ سامر عنبتاوي المحلل السياسي، وينضم إلينا أيضا من القدس الأستاذ إسماعيل المسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ سامر عنبتاوي، بداية، هل بدأت تتضح جليا الخطوط العريضة لشكل الرد الممكن أو المرتقب من لدن إسرائيل على ضوء المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن؟ تحياتي لكم مرة أخرى. مرحبا. تحياتي للأخ إسماعيل، أستاذ إسماعيل. يا عزيزي، بعد المكالمة مباشرة خرج يوآف جالانت وزير الحرب الإسرائيلي ليقول أن الضربات محدة وستكون موجعة جدا ومفاجئة، وسيشعر الإيرانيون يعني أنهم يتفاجئون لا يعرفون كيف تمت هذه الضربة. هذا ما يصرح به الإعلام الإسرائيلي، هذا ما يصرح به يوآف جالانت وزير الحرب. في الوقت نفسه كان الحديث عن نحو 30 دقيقة من الحوار والنقاش ما بين الولايات المتحدة، بين بايدن وبين نتنياهو، في كيفية وآلية الرد. الاعتقاد الذي يعني الذي يرشح من هذا الموضوع أن الولايات المتحدة تريد فعلا الوصول إلى أن لا تخرج دولة الاحتلال مهزومة في هذه المعارك المفتوحة الآن على مصراعيها في المنطقة، وفي نفس الوقت تريد أن لا تصل إلى حرب إقليمية، والأسباب معروفة، من الانتخابات الأمريكية ومنها أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط هي نفسها في حرب إقليمية في المنطقة، لأنها تعرف تماما مدى قوة إيران، تعرف الامتدادات الجيوسياسية في المنطقة، تعلم أنها الآن يعني تصب في حرب أوكرانيا ضد روسيا، وأن هناك حرب اقتصادية مع الصين. كل هذه العوامل تجعل الولايات المتحدة تتردد في كيفية الرد، أو على الأقل هي تريد رد إسرائيلي ليس كبيرا، محدودا، بحيث أن لو كان هناك رد إيراني أن لا يوصل إلى حرب إقليمية. ولكن هذه العوامل من قبل الولايات المتحدة، هذا الموقف أيضا يتبنى محور المقاومة من إيران إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق، كافة المواقع لا يريدون الوصول إلى حرب إقليمية. من يريد الوصول إلى تصعيد أمور في نهايتها هو نتنياهو وزمرته وحكومته وآلته الحربية. هؤلاء يريدون تصعيد الأمور. لماذا يريدون تصعيد الأمور؟ لأن هذه أمنية ورؤية الحركة الصهيونية، رؤية نتنياهو شخصيا، أن يفتح المعركة بكل على مصراعيها مع إيران ليوقف الإنتاج النووي من جهة، ومن جهة أخرى ليضعف إيران بتأثيراتها وليضرب جميع حلفاء إيران في المنطقة من خلال تصعيد الصراع. هذا ما يريده نتنياهو وحكومته، وهذا ما يسعى إليه بكل قوة. شكرا لكم أستاذ سامر عنبتاوي، أرجو أن تبقى معنا لو تكرمت. أستاذ إسماعيل المسلماني من القدس، مكالمة هاتفية وتعهدات بين نتنياهو وبايدن باستمرار المشاورات بينهما بشكل مباشر وبشكل أيضا غير مباشر عبر الفرق، وأيضا ما يتضح من لغة الخطاب أن هناك يعني اتفاقات مبدئية أو عريضة بشأن يعني سيناريو الرد. من منظورك، هل تتوقع أنه تسير الأمور في اتجاه رد كاسح فتاك وقاتل كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، بالشكل الذي لربما يكون مؤثر بالفعل على نظيمة الدولة في إيران، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية واشتراطاتها قد تجعل الرد في حدود نطاق محدد؟ تحياتي لك. مرحبا. وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. دعنا نتطرق إلى عدة عوامل أو مزايا في هذا الشأن. نحن نتكلم عن الشرق الأوسط، وحين نقول شرق الأوسط من الناحية الجغرافية 18 دولة، منها 15 دولة بالإضافة إلى 3، إيران، تركيا، قبرص. هذا يعني أن نحن أمام محورين، محور إسرائيل وأمريكا والحلفاء من معها،
ولدينا المحور المقاومة التي تشكل الممانعة بدءا من إيران نزولا باليمن، لبنان، سوريا، فلسطين والفصائل العراقية وكذلك فصائل السورية. كل هذا من شأن أن إسرائيل الآن تعتبر هي فرصة تاريخية، فرصة تاريخية أن الظرف والمناخ مهيئ، خاصة أن الحرب قائمة، بمعنى كان هناك توجهان. العامل الثاني، هل نقوم بعملية فصل الساحات وضرب ساحة ساحة بما يجري الآن بعد انتهاء من موضوع غزة، رغم أنه لم يحسم المعركة في غزة والانتقال إلى لبنان، وبالتالي بمعنى آخر إرجاع في قطاع غزة أوضاعهم إلى عشرات السنوات، كذلك الأمر ما يجري الآن في لبنان إرجاعهم إلى عشرات السنوات ثم الانتقال من كذا. هذا جزء. الجزء الآخر يقول لا، لدينا محور الشر بين قوسين حسب تعبير نتنياهو، بأن ضرب إيران تنهي كل المعادلة في المنطقة، وبالتالي يتم التوفيق بالدمج التطبيع في المنطقة. هذا ثانيا. ثالثا، تكون هناك أريحية، وبالتالي نتنياهو يريد استعادة الهيبة على مستوى الشرق الأوسط، بمعنى ما يجري الآن في لبنان وتحديدا في ضاحية بيروت التي أطلق عليها نتنياهو جوهرة الشرق الأوسط بأن اليد العليا والطولة في هذا الموضوع. أما قضية طبعا هذا يعطي انبهار للعالم وتشكيل حالة العقل الجمعي العربي بالهزيمة التي حصلت عام 67، حاول نتنياهو في خلال الثلاثة أسابيع، لكن المفاجأة كانت عكس ذلك. لبنان أو الحزب الله استعاد المبادرة وبالخطابين لنعيم قاسم نائب الأمين العام، وتم استعداده لغاية الآن لم يستطع الدخول بريا. ثانيا، الرد الإيراني، ثم العمليات التي تحصل في الداخل، وضرب أيضا من اليمن. أريد القول الوصول إلى المهاتفة والمكالمة ما بين بايدن ونتنياهو، ما هي إلا سوى علاقات عامة، بمعنى علاقات عامة لا يعقل النقاش على موضوع ضرب وكذا إلا بالغرف المغلقة بالدولة العميقة ما بين المؤسسة الأمريكية والمؤسسة الإسرائيلية. وبالتالي هناك ضربة، آخر جملة، هناك ضربة لإيران، لكن أمريكا تريد ألا يعني تصل إلى مرحلة الحرب الإقليمية أو لا يستدعي الأمر، وهذا غير منطقي، بمعنى آخر منطقي، بمعنى أن المنشآت النووية موجودة. طيب، كلها نعم. شكرا لك أستاذ إسماعيل المسلماني، أرجو أن تبقى معنا لو تكرمت. عطفا على هذا الكلام أستاذ سامر عن بتاوي، إذن الضربة معلوم أنه ستكون كما يقول الجميع، يكاد يجمع الجميع أنه ستكون هناك ضربة، سيكون هناك رد، لكن طبعا كانت هناك تسريبات أمريكية في الواقع متناقضة. هناك من يقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية عرضت تعويض الضربة بعقوبات اقتصادية، وهناك من يقول بأن هناك تحفظ أمريكي على مسألة استهداف المواقع النووية لاعتبارات السلامة الإقليمية كلها وأيضا المواقع النفطية. ماذا يبقى للإسرائيليين الذين يريدون أن يغتنموا هذه الفرصة الانتخابية وهذه اللحظة الاستراتيجية بالنسبة إليهم للقضاء على نظيمة الدولة الإيرانية بحيث لا تقوم بعدها لها قائمة؟ تفضل. أولا، إن لم تقم دولة الاحتلال بضرب إيران في هذه المرحلة، فإن كل المشروع الذي بدأ بالحرب العدوانية على قطاع غزة وانتقل إلى لبنان ويفتح كافة الجبهات يكون قد خسر وقد تراجع إلى الخلف. لن يقبل بذلك نتنياهو وزمرته والجنوح اليميني المتطرف لدى الحكومة الإسرائيلية. لذلك الضربة قائمة، حجم الضربة وشكلها وتوقيتها هو الذي يناقش في هذه المرحلة. بالنسبة للموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي بصراحة منذ بداية هذه الحرب، منذ 7 أكتوبر الماضي، السنة العام الماضي، حتى هذه اللحظة السياسة الأمريكية مرتبكة بين توجهات مختلفة، بين الحفاظ على المصالح، بين الحفاظ على هذه الدويلة التي اصطنعت في المنطقة خدمة للأهداف الأمريكية، وأيضا ارتباطا بالعقيدة للمسيحية الصهيونية في أمريكا، وأيضا في نفس الوقت هي تحسب كل الحسابات الإقليمية والدولية في هذا المجال. ما فعله نتنياهو بذكاء ودهاء وخبث، خبثه المعود واللعب على الحبال، أنه استطاع، في البداية كان هناك معارضة لاستمرار الحرب، استطاع أن ينقل أولا المجتمع الإسرائيلي بالكامل نحو هذه الحرب،
وأن يشهر أنها حرب وجودية أن نكون أو لا نكون. وبالتالي ضغط على الولايات المتحدة. الحزب الديمقراطي الذي يعني بايدن حتى هذه اللحظة هو الرئيس عن الحزب الديمقراطي أثبت فشله في التعامل في الكثير من القضايا مع دولة الاحتلال وزج في الولايات المتحدة في حرب. لكن على مستوى السردية أستاذ سامر عن بتاوي على مستوى السردية وعلى المستوى السيكولوجي وهذه نقطة أيضا مهمة يقولها الإسرائيليون للغربيين يقولون لهم نحن نخلصكم من التهديدات النووية الإقليمية خلصناكم من تهديدات عراقية في الثمانينات وسورية في 2007 والآن نحن نقوم بما ينبغي القيام به بالرغم من أنكم لا تحبون ذلك ولكن تريدونه. على المستوى السيكولوجي هذا الخطاب هل لا يزال يصدق في الغرب؟ يعتمد على من نتحدث في الغرب. هو هذا الخطاب ما يحاول ترويجه نتنياهو حاول قوله في الكونغرس الأمريكي قال نحن ندافع عن حريتنا وحريتكم هؤلاء إرهابيون هؤلاء يريدون تدمير الحضارة الغربية وبالتالي ليس أمامنا سوى مواجهتها. بالأمس أيضا التصريحات التي خرجت من الداخل الإسرائيلي تتحدث أن دولة الاحتلال تحارب نيابة عن كل الغرب في هذه المعركة. هو فعلا يحاول تصوير هذه المعركة ما بين ما سماهم محور الشر ومحور الخير وكأن المحور المعتدي المحتل هو محور الخير وبالمقابل المدافع عن أرضه ومدافع عن حقوقه بكل أخلاقية هو محور الشر. وبالمناسبة هنا نرى أن طيلة المعركة منذ 7 من أكتوبر حتى هذه اللحظة الاستهدافات من محور المقاومة باتجاه المناطق العسكرية والقواعد العسكرية والجنود الإسرائيليين بينما الاستهدافات من قبل دولة الاحتلال هي للمدنيين وللنساء وللأطفال. والمحور الثاني ما قلنا قبل قليل محور المقاومة لا يريد حرب إقليمية تؤثر على كل شعوب المنطقة وفي المقابل نتنياهو يريدها حرب مفتوحة لي مكاسبه ولسيطرته على المنطقة. هذه الاسطوانة التي يلعب عليها الداخل الإسرائيلي ويحاول زج الولايات المتحدة وغيرها في هذه الحرب وما يعد إليه. أوروبا الآن يعني تحاول أن تتراجع أن تغير في هذه المواقف ورأينا الموقف الفرنسي الذي طلب الوقف السلاح ثم تراجع ماكرون عن هذا التوجه بعد أن كان هناك يعني شتائم من قبل نتنياهو باتجاه أن هذا عار وعار عليكم وستكتشفون هذا العار. إذن الغربيين الآن يعون أن المصالح مصالحهم في المنطقة تتضارب مع التطلعات الإسرائيلية ولكن حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا اتخاذ مواقف خارجة عن العباءة الأمريكية من جهة ومن جهة أخرى تتحدى دولة الاحتلال بالكامل بفرض العقوبات وسحب الاستثمارات عن دولة الاحتلال ومقاطعة دولة الاحتلال في كل المجالات. حتى هذه اللحظة أوروبا لم تتخذ هذا المجال ولكن شعوب العالم ما فيها الشعوب الأوروبية الشعب الأمريكي شعوب العالم كلها أصبحت تعي الحقيقة الآن بل أصبحت تتبنى الرواية الفلسطينية لأنها اكتشفت أن الإسرائيليين يكذبون يخادعون العالم يذهبون إلى الإبادة الجماعية وهناك قرارات جنايات دولية ومحاكم دولية ومجلس أمن في هذا في هذا الإطار. ولذلك أمريكا تجد نفسها في جملة أخيرة تجد نفسها هي والسياسة الإسرائيلية معزولة في هذا المجال ولكن يصر نتنياهو على جلب الولايات المتحدة ويخاطب الدولة العميقة في داخل الولايات المتحدة لجرها لهذه المواجهة. شكرا لك أستاذ سامر عن بتاوي. أستاذ إسماعيل المسلماني إلى أي مدى بالفعل القيادة السياسية الأمريكية تتحكم في السيناريوهات الموضوعة للرد على إيران؟ لأن اللحظة لحظة انتخابية وسواء تعلق الأمر بإحداث ترجى يمكن أن تربك أسواق الطاقة وممرات عبور التجارة أو أيضا ضربات يمكن أن تؤدي إلى أزمات نووية أو أشياء من هذا القبيل قد لا يخدم بالضرورة مصالح القيادة السياسية مرحليا وظرفيا. هل التنسيق فيما يتعلق بسيناريوهات الرد على إيران يظل محصورا في مستوى القيادة السياسية في الولايات المتحدة أم أنه يتجاوزها؟ نعم واضح. طبعا بطبيعة الحال أولا علينا أن لا ننسى أن أي ضرب من قبل إسرائيل خارج البحار هو بحاجة لموافقة وإذن وترتيب لوجستي لأننا نتكلم عن منشآت نووية المنشآت النووية الموجودة في الجبال والتي عمقها 100 متر. الدولة الوحيدة التي تملك ضرب هذه المنشآت النووية هي أمريكا فقط
إسرائيل لا تملك هذه كذا، وبالتالي هذا مهم الإشارة إليه بعيدا عن التهديدات والخطابات التي وضعت من ناحية سيكولوجية، قلبت الآية وبالتالي وضعت إيران في مأزق من حيث الانتظار والترقب وأنها تهددها بالمنشآت وبالمرجعات وبالمكاتب. بكل الأحوال ما تسعى إليه الآن إسرائيل طبعا هذا بحاجة، أولا هي تريد أن تعطي ضربة ليست بالمنشآت النووية، هذا باعتقادي على الأقل، تريد أن تعطي ضربة يعني تشكل حالة لهب ألسن مثل ما خرجت بالحديدة وصنعاء، مثل ما أرادت إسرائيل أن يرى كل العالم على الأرض، طابع استيكولوجي. نعم عرض ضرب استعراضي بمعنى أن لا تصل، ولكن هي تريد أن تقول أنني أستطيع ضرب لجميع الدول تشوف ما هي مزايا الضرب التي قامت إيران بضربها والتي يعني لم يراها أي أحد سوى بعض الفيديوهات. هي تريد أن تضرب ضربة تشكل يعني إلى حد ما أن الجميع ينظر بالبعد الجغرافي 2000 متر تقريبا وأن يدها طويلة، هذا باعتقادي. هذا أولا. ثانيا لا يمكن في هذه المعادلة إن خرجت الأمور، لكن السؤال اللي يبقى ليست ضربة إسرائيل، السؤال يبقى الآن الرد من قبل إيران على هذه، هل سوف تضرب المؤسسات والمراكز أو القواعد الأمريكية في المنطقة؟ لأن الموضوع مرتبط أولا في مضيق هرمز. ما هو مضيق هرمز؟ مضيق هرمز لديه ما يقارب حوالي 25-30% من العائدات النفط والغاز وكل ما يتعلق بالطاقة من هذا الممر، وتسيطر عليه إيران. إذن من المتضرر؟ الدول العربية وتحديدا الخليج. ثانيا المتضرر أوروبا، وبالتالي موضوع اللعب وجعل المنطقة في حالة توتر إلى آخره بأن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي جهة من الجهات، هذه مسألة باعتقادي ليست أمر هين. سوف تضرب، لكن باعتقادي ضربة يعني تعطي للشرق الأوسط بأنني أنا الذي أسيطر. يبقى الموضوع إيران الآن، هل فعلا ستقوم بالرد أم الصبر الاستراتيجي نفذ حسب ما قال بناء على وزير الخارجية بأن لديه تهديدات، وإسرائيل دولة صغيرة 90 مليون عدد الإيرانيين، مساحاتها شاسعة جدا، الأمر ليس كما يراد لنتنياهو الاستعراض العضلات الذي يستعرض طيب بكل مرة ويخرج ويتكلم. شكرا لكم أستاذ إسماعيل المسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس. أعلم أن لديك التزامات قاهرة في هذه اللحظة، أحررك من التزامك في هذا النقاش. أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا. أستاذ سامر عن بتاوي تحدث ضيفنا على بخصوص مسألة مهمة جدا، يقول أن المسألة أيضا لا ترتبط بأنه سيكون هناك رد إسرائيلي، المشكلة هي دوامة الرد ورد الفعل، لأن الإيرانيين أيضا قالوا إذا كان هناك استهداف سيكون هناك رد، بأن مسألة الصبر الاستراتيجي لربما لم تعد قائمة. كيف تتوقع أن يتم اختيار السيناريو على ضوء هذه الإكراهات وأيضا اشتراطات الإدارة الأمريكية، لا سيما باستحضار التداعيات الاقتصادية والجيواقتصادية الوخيمة على المنطقة؟ يعني أولا نقول الضربة الإيرانية بالصواريخ الباليستية نحو 200 صاروخ وصلت إلى داخل العمق الإسرائيلي كانت تهز الأمن الداخلي والمنع الداخلية لدولة الاحتلال. صحيح أنها لم تذهب إلى قتل الأشخاص ولم تذهب يعني كان مخففة الأحجام، ولكن هذا كانت رسالة قوية جدا من إيران، هذه قدرتنا البسيطة، مقدمة قدرتنا، وإذا الأمور تمادت عن ذلك ستكون القدرة أضعاف ما رأيتموه. هذا دخل الداخل الإسرائيلي، ولأول مرة دولة الاحتلال أكثر من 10 أيام وهي لا تمتلك الرد، دائما دولة الاحتلال تسارع إلى الرد وتقوم بالرد دون الإعلانات. هذا النقاش والحوار على كيفية الرد يثبت أن هناك خلافات وخلافات واضحة مع الولايات المتحدة، وكما تفضل ضيفك لا يمكن لدولة الاحتلال أن تقوم بهذه العملية دون موافقة أمريكية، لأنها بحاجة للعون الأمريكي في هذه الضربة، وهي مرات ترشح. هناك قضايا كثيرة تتداخل عزيزي في هذا الموضوع، على سبيل المثال هذه الطائرات الـ F-35 إذا أطلقت وإذا استطاعت إيران بحصول بعد أن حصلت على الـ S-400 وربما S-500 أن تسقط هذه الطائرات،
هذه ضربة في الصميم في الصناعة الأمريكية وفي التوجه الأمريكي الذي يتمشى على مستوى العالم. أيضا كما يعني نعلم تماما أن الانعكاسات الاقتصادية على سبيل المثال الصين تتعامل مع إيران في النفط، والصين ستتحول في هذه الحالة إلى التعامل مع روسيا، وهناك تحول في الاقتصاد الروسي وارتفاع في الاقتصاد الروسي. يعني هناك عوامل جدا تتأثر فيها المنطقة. مسألة ارتفاع أسعار البترول يمكن أن تستفيد منها روسيا بشكل مباشر أيضا. بالتأكيد بالتأكيد، وهذا ما قصدته. وأضيف إلى كل ذلك يا عزيزي، دولة الاحتلال من سنة وحتى هذه اللحظة لم تحسم أي حرب. اليوم على سبيل المثال في قطاع غزة عملية نوعية لم تحصل منذ 7 أكتوبر، عملية ضخمة جدا خسر فيها الإسرائيليون أعداد كبيرة جدا باعتراف الإسرائيليين. اليوم أيضا على الحدود الشمالية مواجهات عنيفة وخسائر كبيرة للاحتلال، الصواريخ الإيرانية وصلت، الصواريخ اليمنية تصل شبه يومي، الصواريخ والطائرات العراقية تصل. وإذا فتح المجال مع إيران، إيران إذا ضربت أنا هنا متأكد أن إيران لن تذهب إلى الصبر الاستراتيجي في هذه المرحلة، وقالت على لسان وزير خارجيتها وعلى لسان الرئيس بازشكيان وعلى أكثر. مع ذلك هناك الكثير من الكلام الدبلوماسي وزيارة مرتين إلى قطر، هل تتوقع بالفعل أن إيران تتبنى موقف صلب أو صارم في هذه المرحلة على ضوء ذلك؟ هذا كما قلت قبل قليل يا عزيزي، إيران تحاول منع الحرب، وهو دائما تصريحات الإيرانية على كافة المستويات، نحن لا نريد هذه الحرب ولكن قادرين على مواجهتها. وهناك فرق كبير، أنك لا تريد هذه الحرب لكن فرضت عليك أن تجاهز لأن تدخلها. لماذا لا تريدها إيران؟ إيران تعلم تماما أنها تدمر على مستوى المنطقة، وستغير كثير من القواعد في المنطقة، وهي تبني أيضا اقتصاد وتبني مفاعلات نووية وتبني الكثير وتبني أيضا امتدادات في المنطقة. هذا ما تقصد طيب. إيران، ولكن إن قامت إن قامت دولة الاحتلال بضربة قوية سواء كانت ضد النفط أو المراكز الاقتصادية أو البنية التحتية أو حتى المفاعلات النووية الإيرانية، إذا كانت بهذه القوة إيران تمتلك قوة كبيرة جدا للرد في هذا الإطار، وسيكون الانعكاس كبير جدا على كل المنطقة. شكرا جزيلا لك الأستاذ سامر عنبتاوي المحلل السياسي من نابلس على كل هذه التوضيحات ومشاركتكم القيمة معنا. بإمكان مشاهدينا الكرام العودة إليها على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com وعلى منصاتنا الرقمية الأخرى. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.